السلام عليكم، انا خديجه من جديده. بغيت نقول لكم على هذا الولد هذا اللي بغى يتكرفس لي عليه واحد السيد، ما عرفتش علاش. الدري باقي صغير، عنده 6 سنين، شنو بغى عنده يكرفسه؟ دخلوا للدار بطريقه وحشيه، ما حتى طريقه، ما شنو نقول لكم، ما تقدروش نتوما تحملوها. المهم ما علينا، انا المشكل دابا انا بغى من الناس انهم ياخذوا للدري حقه، بعدا ياخذوا لي حقه. وكنت طالب هاد الدري، انا ما بغيتوش يضيع، بقى يدور في الزنقه، يتكرفس بزاف ديال الحوايج، غادي يتعقد بعدا من الهضره ديال الدراري الصغار اللي غادي يبداو يقولوا لي. ما هو مابقاش كيبغي يخرج يلعب في الزنقه مع الدراري، كيبقاو يعايروا بديك الهضره، راه داير لك، راه شدك، راه هادي، راه هادي. ماشي مشكل، هو دابا في المخزن كياخذ حقه دابا، ولكن انا كنت طالب بالدري، انا ما بغيتوش يضيع، انا ما بغيتوش يبقى يدور في الزنقه. ماشي انا ضاعت، شي وحدين اخرين ضاعوا حتى هو يضيع. الا انا كنتمنى شي جمعيات ولا شي حاجه يشوفوا الدري، انا ما بغاش يضيع، انا ما بغاش يبقى يدور في الزنقه، انا ما بغاش يتكرفس. اما انا تكرفس ماشي مشكل، اما الدري باش يتكرفس لا، انا باغي نشوفه احسن مني، باغي شي جمعيات ولا شي ناس يوقفوا معايا على قبل هذا الولد هذا. هذه حالاش كنت بغيت نشوف في الزنقه، ماشي غنكذب على كل شي حاجه، كنت انا ولدي في الزنقه الصباح كنبقاو ندورو من هنا من هنا، ما عندنا فين نمشيو، ما كاينش علاش كل اللي دخلك عاصطا على البرد. صافي كنت انا على داكشي، علاش بقيت قابله حتى شي حاجه، مابقيتش قاده نخدم، ما بقيتش قاده ندير والو. انا الكرب مصروف بزاف عليا، وانا يدي بوحدي ما نقدرش. انا كنتمنى بغا الدري ما يضيعش ليا، انا دي امنيتي، ما عندي حتى شي حاجه اخرى، بغا الدري ما يضيعش بحال وليدات الناس. ما عندي، ولكن ما عاقلينش عليا، بعاد عليا، عمرهم شافوني ما عمرهم عقلوا عليا. انا اللي مكبره الدري، وانا اللي كلشي، انا عندي 11 عام ديك الساعه، انا في بحال هكا. ولات الدري في 2015 كتب مكتوب، ولات الدري تكرفس، تكريت، عادي تعذب، ما بقيتش عندي جهد باش انا نبقى نكري وانني بوحدك. تكريت، خدميت، حضيكي غديري، ما يمكنش انا غير بوحدي، ما عندي اللي وقف معايا، عندي الله سبحانه وتعالى هو اللي واقف معاه. وانا الدري هذيك كنتمنى ما بغاش يضيع، والله ماشي غير انا، كاع وليدات الناس ما كنتمناهمش يضيعوا، ماشي غير ولدي انا، كنبغي كي ولدي كي ولاد الناس نشوفهم احسن مني واحسن من وليدات الناس اخرين. هذه الامنيه ديالي، بارك كنعيش انا وياه في الزنقه، الشتا والبرد، مره عندك باش توكلي، مره ما عندكش، شو ما حياش ما والو، حنا عايشين وحمد الله وشاكرين، ماشي مشكل. انا كنقول ماشي المغاربه، جميع المغاربه وداك الشيء يشوفوا، ماشي غير انا، جميع الوليدات اللي كيبانوا لهم ضايعين، كيبانوا لهم مكرفسين، يحاولوا انهم ينقذوهم باي طريقه، باي طريقه، حيت حنا ماشي ما عندناش فين نقذوا هاد الوليدات الصغار، عندنا لكن خاصو اللي يوقف معانا. ما مش كديري الدري الخيريه وكدي وباغا تدخليه وكيقول لك لا سيري، خاصك واسطه. يعني شنو نتوما باغيين هاد الوليدات هادو يمشيو يضيعوا؟ باغين انهم يمشيو يشفروا انهم بزاف ديال الحوايج، يعني من قد هكاو يقدروا يديروا بزاف ديال الحوايج، من هكا يقدروا يطلعوا مجرمين، ما يطلعوش وليدات متصالحين. وانا مش كنتمنى لجميع الوليدات ويوقفوا مع جميع الوليدات اللي ضايعين قد الدري كبر منه بزاف ديال الحوايج، والله حيت المجتمع ديالنا ما كيرحمش، ما كيرحمش، عشان ما كيرحمش، ما كيرحمش. اما دابا كيشوفوك معاك دري وهادي، ما كاينش اللي كيقول لك لا هاد الوليد حشومه وتعالي، كله كيدخل دارو كيسد عليه، وانت بقايش انت ولدك والش والبرد عليك، عندك وكليه، ما عندكش ما غاديش توكليه. حنا عايشين مع الناس حباب كيتعاونوا معانا باش نعيشوا الدري، ولكن راه الدري انا ما بغيتوش يبقى يضيع في الزنقه، انا بغيت الدري يكبر، بغيتو يقرا، بغيتو يتعلم، بغيتو بزاف ديال الحوايج، هو باغي يوصل بزاف ديال الحوايج، وانا الجهد ما عنديش باش غنوصلو لهذوك الحوايج كاملين. انا كنتمنى من الناس يشوفوا في الدري هذا ويعاونوه، شي جمعيات ولا شي ناس، الله يرحم الوالدين. هادشي اللي غنقول، حياتي عاديه، ماشي نكذب عليك، والله معذبه بزاف، ولكن الحمد لله وشاكرين، واش غنديرو؟
بقينا البديل وما درناهش. خدمت بزاف ديال الحوايج ولكن هذا الله حيت بوحدك ما يمكنلكش غادي ديري بكرامه وداو دري خاصك مسؤوليه ديالو خاصو وغادي وكيكبروا مسؤوليات كيكبروا. اما انا راه دري غير بوحدي، انا باقا صغيره، انا خاصني واقيلا باقا متربه. اما دري صغير انه باش يضيع ويتشرد ويمشي لا، ما كنتمناش لولدي غير انا، كنتمنى لوليدات الناس كاملين. والله ما بغاش حتى وليدات الناس يتكرفصوا، ماشي غير ولدي انا، كي ولدي كي وليدات الناس، هادشي اللي كنتمنى. الرساله الاخيره ديالي شنقول لك، انا بغيت الدري هذا ما يضيعش، هذه هي الرساله ديالي، ان الولد ما يضيعش وكاع وليدات الناس ماشي غير انا، ولا كانوا شي محسنين ولا شي ناس كيشوفوا فيا دابا من يوقفوا مع الدري هذا ووقفوا كاع مع وليدات الناس. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.